السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو. أهلا وسهلا بكم، وهذا الدرس الـ11 طريقة عمل فيلم قصير. بالبداية نهنئ أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني، ونتمنى لهذا الشعب كل الخير. اليوم راح نشتغل المشهد قبل الأخير، راح يصير أو المشهد الأخير. نفتح الأنمي ستوديو ونختار لنا شارع، من الجوجل، نجيبه للفوتوشوب. هذا الشارع طبعا اذا تشوفون بتفاصيل بالدكة هذه وبالعمود الكهرباء وبذاك البورد، يعني راح احنا نقطع الدكة اللي موجودة على الرصيف والبورد اللي بجريدة أو هيش ما شابه، ونقطع أيضا العمود الكهرباء حتى نجيب شخصيات تمشي خلفها. القطع يعني شغلة بسيطة بالفوتوشوب، تستخدمون أداة القطع سواء كانت أي أداة منهن. أنت راح نستخدم هذه مغناطيس ونحاول أن نقطع هذه الدكة. احنا من نقطعها راح نخلي الشخصية خلفها، يعني شلون بدرس الدكتور عيادة الطبيب من خلينا التيبل خلينا أمام الطبيب، هذا نفس الشيء راح تكون شخصية هنا ضمن السيناريو المكتوب اللي سوى لنا صديقنا سامي. أن في النهاية الأب زوج الامرأة يروح يتصدق على الفقراء. هنا راح نجيب مجموعة فقراء، مجموعة ناس راح نجيبهم. هذه الدكة هسه نقللها كوبي، وبعدين نقللها بيست. ما راح نمسح التحتها ما راح نمسحها، لان هي راح هاي وحدة، لاحظ صارت وحدة ثانية. التحت ما راح نمسحها، راح نبقي لان هي الشخصيه راح تصير خلفه وما راح تتحرك، هذه راح تبقى ثابته، نثبتها في نفس المكان. ايضا نجي الى البورد همنا راح نقطعها. طبعا العمل بالفوتوشوب يعني راد لكم تدخلون، ما يعرف يدخل دروس موجوده بالانترنت هواي للعمل الفوتوشوب. يعني انا مو ضليع بيك جدا، يعني ما عندي ذيك المعرفه الكامله، لكن اقدر استخدمه بما يناسب شغلي. انت هم نفس الشيء، مو بالضروره ان تصير بروفيشنال بالفوتوشوب، وانما الشغلات اللي انت تحتاجها. يعني ليش تروح عليك وتستخدم برنامج؟ احد اصدقائنا سالنا شنو البرنامج اللي تستخدمه، هو برنامج فوتوشوب CC 2017، هو افضل برنامج الفوتوشوب يعني للتقطيع لهذا الشغل، وما ياخذ مساحه يعني هواي بالحاسبه. يعني انت حاسبتك اذا كانت 1 تيرا يعني ممكن، يعني كافيه. يعني أنا الحاسبة اللي جاي استخدمها الآن 2 تيرا بها هاردين، يعني 2000 جاي استخدمها، والرام مالها الجاي اشتغله 12 الميموري، يعني مكفيتني هي هاي الحاسبة اللي جاي اشتغلها. يعني مو ذيك الحاسبة اللي يعني توقعوها، يعني مواصفاتها جدا عالية، هي الحاسبة العادية جاي يشتغلها. هسا هذا البورد جاي نقطعه، نقطع هذا البورد نفس الطريقة، وراح نخليه بنفس المكان. أهم نقول له كوبي ونقول له بيست، نفس الشغلة اللي سويناها بالنسبة للدكة الموجودة على الرصيف. هذا البورد هسا لحظة، لأن أكو شخصية راح تمشي، راح نخليها تمشي ويصير البورد أمامها. هذا هسا راح نقول له من الأديت نقول له كوبي، ونفس الأديت نقول له بيست، نخليها في نفس المكان. احنا طبعا نصدره هذا BSD. لاحظ ان البورد هذا طلع، يعني اذا تشوفه هسه بس
نعدل المشهد مالنا ونشوف، يبقى العمود عندنا، العمود ايضا لان اكو شخصيه راح تمشي، فما يصير تطلع يعني امام العمود، لازم خلفه لان هي جاي تمشي جنب الحائط، فجنب الحائط جاي نشتغلها. هسه راح ندخل على العمود، ندخل على العمود ونقطع نفس الطريقه اللي قطعنا بها الدكه الوسطيه اللي على الرصيف، والبورد بورد الرسائل بورد الجريده الموجود على الرصيف للمحل، يعني بهالطريقه. او اكو طريقه ثانيه يعني اذا ما اجت هذه الطريقه، يعني اذا ما صارت هذه الطريقه، اكو طريقه ثانيه بواسطه هذه الاداه. هسه تشوفوها، هسه نجي للاداه الثانيه لان هذه حتى نشتغلها. قطع العمود طبعا انت تقدر ما تقطع، لكن القطع ينطي جماليه. انا برايي ان القطع ينطي جماليه، وخاصه انتم راح تشوفون المشهد شلون يصير، يعني الشخصيه راح تجي خلفه يعني هو امامه، يعني يوضح لنا بان هذا العمود هو يعني صاير امام الشخصيه. راح نستخدم هذه الاداه، شويه نقللها. هذه الاداه افضل نخلي الزائد، لاحظ، ونسحب للاعلى، لاحظ هو ياخذها. اخذ زايد عندنا، نستخدم الناقص من الكيبورد، او هذا الناقص، لاحظ ان الناقص جاي ينقص لنا القطع، شوف لاحظ نقص لنا القطع. هسه ناخذ الزائد، اذا هاي شوف هذا الناقص سويناه، هسه نجي للزائد نضيف عليه زائد. هسه لاحظ التحت راح ناخذ الناقص بالقطع، لاحظ قطعنا الناقص. هسه يعني هذا العمود ايضا، هذا العمود نقول له كوبي ونقول له بيست، نقول له بس لاحظ انك على اللاير الرئيسي، لاحظ انت على اللاير الرئيسي وتقول له كوبي وتقول له بيست. هذا العمود صار عندنا العمود، ناخذهن الى برنامج طبعا نحفظه بي اس دي، نسمي ستريت، حفظناه. والطريقة راح امشيها شوية سريعة لان نفس العمل راح اشتغله. لاحظ نجيبه بي اس دي، نجيبه ايمج بي اس دي، لاحظ ذني صارن هن والشارع. هسه نختار لنا شخصية الفقير اللي راح ياخذ الصدقة، يعني خلينا، لاحظ هسه صارت الدكة خلفه، نخليه ضمن الجروب. لاحظ الآن صار هو خلف الدكة. هسه راح ناخذ عدد من الشخصيات، هذه شخصية راح نخليها تمشي بالشارع، هذه شخصية تمشي بالشارع. طبعا احنا من ناخذ الشخصية جاهزة نلقى بها عدة اتجاهات، ناخذ من عندها فقط الفروق 3 على 4 احنا ماخذين من عندها، ونسميها اسم بس، نسوي لها نجري عليها بعض التعديلات، يعني تعديلات الوجه، تعديلات اللون، تعديلات الشعر، الستايل، هاي موجودة أمامك، البودي، الفيس، المشي، الكلوثينج والستايل، الملابس والهاي، وتريد تخلي اكسسوارات تقدر تخلي اكسسوارات، يعني هاي شخصية الأب زوج هذه الامرأة، راح نسوي بطريقة ونغير، يعني ما نخليه هو، نغير الحذاء، نشوف حذاء مناسب هذا الحذاء ونصغره. هسه لاحظ عدة اتجاهات، بس احنا راح ناخذ اتجاه واحد ونقلبه. شغلك لازم يكون على الصفر، كل شغلك يكون على الصفر، ونظم اللايرات مالتك، سميهن وخليهن بالمكان المناسب. لاحظ خليناه داخل الجروب الايمج اللي بيها. هسه راح ناخذ شخصية ثانية، راح نخلي بالشارع تقريبا 3 شخصيات، خليها كنموذج، ونحتاج الشارع ايضا نجيب شغلات جمالية، سيارات. شوف لاحظ هاي جاي اغير الشيرت مالته، تي شيرت هنا، الموث، الفم. هسه هذه الشخصيه اوكي، احنا نسميها، نطلق عليها بوي. هذه الشخصيه راح تصير، راح تمشي. لاحظ انت شغلك لازم يصير على الصفر مو على الواحد، هسه راح نجيب لنا سياره، نشوف لنا سياره، بس سياره كون تجيبها بي ان جي، لاحظها بي ان جي، سويها بالش اسمه، فرغ الخلفيه وجيبها، ننزلها.
التايرات ما نحتاج، اللي ما راح يطلع عن التايرات، راح يصيرن نجيب سيارة أخرى أيضا بي إن جي، وهاي السيارات راح نسوي لهن حركة. هسه نخليهن كلهن بجروب واحد، نجمعهن كل اللي سويناه بجروب واحد، سوينا لهذه السيارة حركة باللاير ترانسفورم بالمشي، نسوي للسيارة الثانية أيضا حركة من نص حركة الأولى، من نص حركة الأولى لاحظ، بس لاحظ بينها. هسه إذا نريد نشوف المشهد، لاحظ هاي السيارات شلون تمشي، يعني ينطي جمالية للعمل مالتنا. ناخذ الشخصية، ناخذ واحدة من الشخصيات، نفتح الأكشن وناخذ الحركة مالته، لأن قلت لكم الشخصيات الجاهزة بها حركة، فهذه هي حركة الشخصية الجاهزة. إذا تشوفها هاي السيارات تمشي والحركة الشخصية الجاهزة جاي تمشي، ناخذ الشخصية الثانية نفس الشيء، نفتح الأكشن ماله، ننزلها على الرصيف كلش حتى تطلع قدام الدكة وقدام العمود. راح ناخذ الأكشن، ناخذ وورك ونضيف الأكشن. لاحظ احنا شرحنا طريقة شلون نضيف الأكشن للشخصية. هاي الشخصية بها سايكل وورك. هسه ناخذ شخصية أخرى شوية نخليها قاعدة على الرصيف، شخصية نضعفها. طبعا انت إذا تريد تسوي ذولا فقراء، وهاي هو كلنا فقراء، الغني هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا تريد تسوي شخصيات فقيرة وهاي لازم تسويها ضعيفة، مو يعني بطنها مدمبلة هي شبعانة وكرش عندها مثل ربعنا، لا أسويها كلش مثل المواطن المسكين المواطن الفقير هذا. ايه نسويها لون ما عدنا. هسه راح نجيب هذه الشخصية، راح نجيب هذه الشخصية نخليها بالأمام، نجيبها بالأمام شوية، نسوي لها فرد شغلات، نقعدها مو على الحائط، أو نجيبها على الرصيف نخليه قاعد. هسه لاحظ هاي الشخصية قاعدة على الرصيف، كنترول ار شفناها. هاي الشخصية لازم تطلع امامها، راح نسويها تعديل، بالتعديل لاحظ بالتعديل صارت. هسه شوفها صارت بالامام، هسه الشخصية صارت وكملت. هاي الشخصية راح نسوي هسه حركة الاب، هو يعطي صدقة لهذا الفقير. لاحظ ان السيارة اخفت هواي شغلات، خليها تخفيها ما يخالف، احنا نقدر نخفي السيارة وحتى نسوي الحركة، لا بس نريد نشوف السيارة وهي الحركة مالتها. الحركة طبعا لازم وياها كلام، راح نسوي الكلام ان شاء الله، وهذا راح نرندره باخر شيء، نفس الطريقة اللي سويناها بالفيديوهات السابقة على طريقة السويتش ماوث، هذا السويتش مال الصوت، هي نفس الطريقة اللي احنا نشغلها. لا تلاحظ هسه هذا راح نسوي له كلام ونسوي له نسوي الصوت، يعني له نسوي الصوت. وهذه الشخصية اللي قبالنا اللي مقابلنا، هاي شخصية الولد اللي قاعد على الرصيف، ايضا نسوي له حركة، بعدين نسوي له حركة كأن هي شكل يعني قاعد وتعبان او كذا، او يراقب المارة الرايح والجاي كل ساعة يباوع للسيارات من خلال عيونه، هو هاي جاي يشتغل العيون، احنا اذا تشوف من خلال العيون هذا، نسوي له كم عين، نسوي شغلات. هذه الشخصية تحتاج تسوي لها بعض الحركات، ودائما بين حركة وحركة لا تنسون اللي هي فريز بونز، لازم نسوي فريز بونز بين حركة وحركة حتى تبين الحركة بشكل صحيح. هسه شنو صار بالمشهد؟ صار بالمشهد شخصية على اليمين تتحرك لليسار، شخصية على اليسار تتحرك على اليمين، عندنا سيارة البوليس تتحرك على يسار الشاشة، على يسارنا احنا على يمين الشاشة، وسيارة الركاب راح تروح منا. هسه إذا تلاحظ هاي الشخصية مشت، هسه الشخصيات كاملة، هذه شخصية الطفل حجمه أكبر، ليش؟ لأن هو أقرب للكاميرا الحجم ماله، يعني ما يصير نسوي كلش، لازم
أقرب، وإذا أريد نجيبه على الجانب الآخر من الرصيف لازم يصير أكبر بعد، لأن هو قريب على الكاميرا. إحنا راح نسوي حركة كاميرا بعدين إذا أريد، أو نخلي المشهد هو عموما بحجمه شوية حلو أفضل. هاي الشخصية اللي قاعدة على الرصيف نسوي لها، لأن فاتت عليها شخصية فتباوع لها وتراقبها، لاحظ شلون يراقب شلون قاعد. سوينا له هذا البوز، سوينا هذا البوز، وهي هذه كلها يعني احنا نفس العمل اللي سويناه، بس ليش صار سويناه مشاهد، يعني كل درس بكم مشهد حتى تترسخ الفكرة عندكم. احنا في الحلقة في درسنا المقبل ان شاء الله بكرة او نشوف بالليل، راح ننزل نسوي المونتاج، هو المونتاج والتصدير الاخير حتى نشوف العمل. يعني هي هذه الدورة تقريبا 12 درس مع الفيديو النهائي. طبعا راح نطلب من صديقنا كل يوم كلمة او حكمة يجيب لنا الأسماء إذا يريد ننزلها بالتايتل اللي راح نسويه. سوينا حركة هذا الولد، هسه عندنا حركة الولد صار يعني، وهو المشهد حلو يعني تقريبا. إن شاء الله هذا راح يضاف ثواني بنهاية الفيديو، يعني اللي عنده سؤال عنده شيء خلي كتبه لنا بالتعليقات وإحنا نجاوب عليه، وإن شاء الله استفاديتوا بهاي الدورة. سراح نحفظها، راح نحفظ المشروع كله وراح نرندره حتى تطلع النتيجة النهائية اللي راح تشوفوها. الرندر طبعا نحفظه حفظ، سميه ننطي اسم وراح نرندر. هذا لاحظ رندرنا السراح، وأعتقد النتيجة النهائية لهذا العمل هو راح نطلعها في نهاية الفيديو وراح تشوفونه. هذا موقعنا الإلكتروني، يعني أي واحد من أصدقائنا يريد البرنامج يدخل على موقعنا الإلكتروني هذا حتى تشوفون البرنامج اللي داخله. هذا طبعا بكل شيء، كل شيء وكلاشي على قولتهم، وإن شاء الله الموضوع ما بأي ملل، احنا ردنا نوصلها لكم بهذه الطريقة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقام زوجها بالتصدق بمبلغ كبير على الفقراء، فتم الشفاء بالكامل بفضل الله عز وجل.